الدور والفرص ويساهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مسيح بن جيش الرحمن، السيدات والسادة وسادة الجهاز، السيدات والسادة أعضاء المجلس السياسي، السيدات والسادة الضيوف الكرام، السيدات والسادة البرلمانيين والحضور. تمنيت أن أتلقى السيدة اللقاء ومليت بلقائها نيابة له. تمنيت الحضور بعد في هذا اللقاء لراجل الإنجليز والنوعي بعدما أعد الجميع كل الشروع نجاح إلا أن مشيئة الله تعالى كان أحوال حيث تنمت لي إلى مفاهيم وقوعة صحية غريبت ميزاتي على الحضور معه وتيقن بالأقدمي وفكري وجوائز معه وسأظل أتابع هذا اللقاء حتى ينجح ويحقق ذلك التطلعات والأمانات المعقودة عليه. دعوة محطة مطلبة هذه وزارة أحد الوضع تصدر منظمة النساء الأسرار والمعاصرة على سكة النظام الطويل والشاق لتحقيق الكرامة لوجود النظام المغربية والوفاء بحقوقها المشروعة وإعطائها المكانة الرفيعة التي لامت صلاح الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وصلاح يشيد عليها خلال ما ولد في خطاب تلك 23 ذي الحجة العاشر حيث تصبح الجلالة وصلاح الله. وقد حصلنا منذ اعتناء العاشر على نهوض وضعية المرأة وكسح عفاء والاحتقار أمامها وإعطائها المكانة التي تستحقها ومن أهم الإصلاحات التي يقوم بها إصدار مدونة أسرة واعتماد دستور 2011 الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وينص على مبدا النظر كهدف تسعى الدوله الى تحقيقه. فالامر هنا لا يتعلق بمنع المراه امتيازات مجانيه وانما اعطاها حقوقها القانونيه الشرعيه في المغرب اليوم ولا يمكن ان تحرم المراه من حقوقها انتهاء الى صلاح الجلال. اخوات المناضلات هو المناضلين ياتي العقاد قبل هذا في ظروف دقيقة من تاريخ بلادنا حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية إضافة إلى انقراض ارتفاع أسعار المواد الطاقية وعودة حدة التدخل وتراجع كبير إلى نحو انهيار واسع وسط التمشي مع الاقتصاد القطاعات الاقتصادية. كل ذلك ينعكس بشكل سلبي على الأوضاع الاجتماعية في بلادنا. وعليه ونحن واعون بأن الكثير من مواطنينا يعانون جراء هذه الأوضاع، كما أننا لا يقين تام أن المرأة المغربية هي الضحية الأكبر في ظروف هذه الأزمة، وهي التي ستعاني أكثر. فالنساء المغربيات دائما يدفعن الخاطرة أكثر خلال الأزمات الاجتماعية، كما حصل خلال أزمة جائحة كورونا الأخيرة، حيث بينت الكثير من الدراسات النساء أكثر خطرا من النساء. الحكومية الإصلاحية المبنية السامية تخطيط بأن المرأة المغربية فقدت حوالي 200,000 موظف في الفصل الأول فقط من سنة 2020 وزادت هشاشة وضعيتها في سوق الشغل بصورة كبيرة خلال نفس السنة. لذلك نحن في حزب الأطلال والبرازيل وعودة جدا أنه في الرغم من ما حققته المرأة المغربية من التقدم والازدهار إلا أن هذا ازداد بعيد من مشاكل واختلالات مثارة كما العقود تتمظهر باستمرار صورة مظلمة من مجلس السلام والتهميش وعدم التوازن بين أدوارها الاقتصادية والاجتماعية الهامة وبين مكانتها داخل نسيج التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي. نلتقي مرة أخرى عند الأرقام الرسمية المخشية التي تعكس هذا الواقع المر. لقد تجد أن الوضع سيتفاقم مع أزمة اجتماعية جديدة. الأمر الذي يتطلب منا جميعا وزراء المحللين ومسؤولي الجهاز والمتخذين والمسؤولين في الورقة اليدية المناضلات والمناضلين التعبئة والتواصل والمكثف والإسهام الفعال والناجح بكل الوسائل والإمكانيات الممكنة.
هي في حساب تسمى على الواقع المعاش المنطقة المغربية والواقع المعاش المنطقة المغربية هو النهوض في مظاهرة غالية. والتنبيه لمكان الخلل الى انخراط الجهل لتغيير وضعيه المراه وتغيير القوانين وتسييس سياسات العموميه الناجحه والقادره على حلحله الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه والثقافيه للنساء. ومن ثم قياده حزبكم تتحمل المسؤوليه الكامله مع شركائها في الحكومه في اتخاذ التدابير والقرارات الممكنه لتغيير وضعيه المراه وعدم اتباع وراء اي تهمات الناس في تنميه ذات التاريخ والمنطق والحد الدين والعقل ويقبل المزيد من التطبيع مع المظاهر والعقل يقبل المزيد من التطبيع مع المظاهر الاحصاء والتهميش الذي تعيشه المراه في مختلف المجالس. تسمى على المستوى الصحي والتعليم والتشريع والمصدر أو مع ظواهر زواج خاطئ الوصف والهضم المدرسي والعنف بكل أشكاله النفسي والمادي والرقمي وتفشي الأمنية والفقر والهشاشة أو مع حضور فايز من المجال السياسي والاقتصادي وغير أشكال التمييز والإحصاء من أكثر مشكلات والتفاكي حول الوضعية المرحلة المغربية التي تتحمل مسؤوليتها كاملة في ترجمة كرامة السياسية الإصلاحية على أرض الواقع حتى تمكن فعلا من تحويل المرحلة المغربية من قضية صراع سياسي إلى شريك أساسي وحقيقي في التنمية ومدخلا لتحقيق التحولات وتطور المجتمع. حضرات السيدات والسادة، لا داعي أن نذكر بأن خيار النضال من أجل تغيير وضعية المرأة المغربية كان من الخيارات المذهبية لي منذ التأسيس. باعتباري حزبا حساسيا منفتحا ومؤمنا بكون حقوق الإنسان بلاد وعليه نتطلع فطرة أن تشكل لقاء اليوم مصممية لإجراء تقييم موضوعي لتجربة منظمة إصلاح الأطار المعارضة والشيء الصادق لمختلف جوانبها للوقوف عند مكان الخلل والنقص واستفادة من طبق الدور بل ندعوكم لاستقرار حتى تجربة الرمادية الأخرى في أحزاب أخرى ومدنية وحقوقية وكذلك الافتتاح على المجتمع المدني والتجارب الدولية لتعزيز قرارنا الجماعي في ولاية جديدة لمنظمة إسلامية قادرة حرة مستقلة وعديدة. إننا بالقرار الذي نعتز به بمناضلاتنا وعملهن نجد فيه في الميدان في الأحياء الشعبية وفي الحواضر والتزامنا كقيادة الحزب لمضاعفة التعب لمقتبس لتنظيم السياسي فإننا بالتفصيل ندعو إلى الحق مع جميع الثقافات الماضية والانتهازية إلى ذلك والابتعاد عن ثقافة الهمس على المناطق ونتطلع لممارسة سياسة والنهوض بشكل مغاير في غرض الالتزام الكامل وتقدير هذه المسؤولية. فلسنا اليوم في نزهة من مدينة مستقلة جميلة وسيكون المكتب التنفيذي الجديد بشرى في تسجيل واجهة فيه أو تأسيس مقره المركزي بل أتمنى اليوم بهذه اللحظة وندعو جميع الناضلات والطموحات بأننا ثقيلة لبداية يجب أن نتمكن من أسلحة المواد التقنية.
الاشاعات الوطنيه والتضحيه والقتال والاستهلاك لكل سلك لكل المبادرات السلاحيه للتغيير اوضاع الورقه المغربيه في مختلف المجالات. فالقتال المنتهي والتضحيه الجسيمه هو سبيل اثنين من المشروع الدفاع عن ثلاثيه الورقه. والشرعية الوحيدة التي سيعمل فيها التاريخ هي صدق الخطاب ومن نزاهة المبنى وهذه من خصال المناضلة الطرابيات. وقدم الله جميعا ان في خير مراكز بلدنا ومسيرتنا تحت قيادة رشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نسأل الله السلامة. صراحة ما كاين زعما على ذلك، أنا في البيت نسأل